مرحبا بكم في قناة ماضي للأطفال. اليوم سوف نتعلم حرف الألف في برنامج الحروف العربية. هيا نبدأ معا. حرف الألف هو الحرف الأول في الحروف العربية المتكون من 28 حرفا. هيا لنشاهد معا كلمات تبدأ بحرف الألف: أسد، أذن، إبرة. الآن كلمات في وسطها حرف الألف: فأس، باب، زرافة. الآن كلمات تنتهي بحرف الألف: بيتزا، هدايا.